للوقوف على تقرير صحيفة الغارديان البريطانية عن المجزرة التي ارتكبها النظام في منطقة التضامن بدمشق، ينضم إلينا عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري السيد رضا سطيف. أستاذ رضا، بداية مرحبا بك. تقرير صحفي وصفه صاحبه بأنه أفظع ما رأى منذ بداية الثورة السورية. بداية، لو نقف على ملابسات ما تضمنه هذا المقطع المصور من جرائم ونفسية قوات النظام مع المدنيين السلميين. مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم جميعا. مساء النور. بداية، هذا التقرير الذي خرج عن الجارديان أو عن طريق الجارديان هو ليس الأول ولن يكون الأخير، هو قطعة من سلسلة وهو حبة من عقد طويل من الجرائم التي ارتكبها هذا النظام. حي التضامن، من يعرف حي التضامن، هو من الأحياء الصغيرة والبسيطة في مدينة دمشق، لا يتجاوز عدد سكانه بعض الآلاف من السكان تم تأوه، ومعظمهم حتى من اللاجئين الفلسطينيين أيضا، يعني من الذين يقطنون هذا الحي. تم مداهمة هذه الأحياء بعد محاصرتها لعدة أيام، هرب من هرب ومن بقي منهم تم كما شاهدنا إعدامهم بهذه الطريقة. حقيقة أنا لم أستغرب، أنا كحقوقي يعمل في مجال التوثيق القانوني لجرائم النظام، لم أستغرب، لأن ما لدينا هو أفظع وأكبر، ما هو مخفي هو أكبر مما ظهر على الإعلام سواء عن طريق الجارديان أو غيرها. منذ بداية الثورة السورية أتكلم عن ممكن عن 2011 أو 2012، تم مداهمة بعض المدن والقرى في ريف حما الشمالي ومنها مدينتي، حيث قامت قوات النظام بحرق الأشخاص في منازلهم، من العائلة التي وجدوها تم إضرام النار، إغلاق الأبواب وإضرام النار بها وبالبيوت، هذه منذ بداية الثورة، منذ بداية الحراك الثوري في سوريا، عدا عن التصفيات التي تمت في السجون ومراكز الاحتجاز التي تعجز الكلمات عن وصفها. حقيقة ما قام به النظام السوري، عندما تتكلمون عن التنظيمات الإرهابية كنا دائما نقول ليست هذه التنظيمات الإرهابية، لأن وجود النظام السوري يغطي على كل شيء اسمه إرهاب وكل شيء اسمه أساليب قتل وإرهاب وترويع في الكرة الأرضية. كل ما يقوم به هذا النظام لم يقم به أحد من قبل، حتى هولاكو حينما اجتاح بلاد الشام وبلاد العراق لم يقم بما قام به هذا النظام من جرائم. تقرير الجارديان وثق فيه يعني أن الجريمة وقعت في حي التضامن على الرغم من أن هناك توثيق لحالة سابقة في نفس الحي، هل هو حلقة في سلسلة جرائم ارتكبت في حي التضامن تحديدا؟ نعم سيدي الكريم، حي التضامن يكون كما أسلفت، هو يعني يعتبر من آخر الأحياء المحاذية للأرياف تقريبا، فكان هو خط التماس بين الأرياف والمدينة، ويتم التحركات من خلال هذه الأحياء البسيطة، هو من الأحياء البسيطة جدا، وسكانه من الناس البسطاء الفقراء، لا يوجد فيه هذه كما يعني ذكرت لكم. نعم. أن ألو نعم أستاذ رضا. نعم. أستاذ رضا، نعم. تمرير هذه المقاطع الآن، يعني هذه المقاطع المصورة لعناصر نظام بشار الأسد وهذه الجرائم التي ارتكبوها، هل هو محاولة من وجهة نظرك من بشار ورجاله لتوريط تلك العناصر الصغيرة للهروب من العقاب؟ سيدي الكريم، النظام ليس لديه مشكلة في عقاب الأشخاص. نعم. سيكون هذا الشخص الذي ارتكب هذه الجرائم سيكون كما غيره منذ أيام لبنان، حيث قام النظام السوري بتصفية كافة الضباط الذين ارتكبوا الجرائم في لبنان، ومنهم الضباط الذين ارتكبوا جريمة مقتل رئيس الوزراء لبنان رفيق الحريري، حيث تم تصفية كافة الضباط الضالعين في هذه الجريمة الجنائية الدولية التي كما نعلم منذ عام 2005 إلى حد الآن لم تنتهي هذه المحاكمات في هذه الجريمة، حيث قام نظام تصفية هذا الضباط بالمجمل منهم رستم الغزالي وجامع وغيرهم. سيكون مصير أغلب هذه الضباط أو صف الضباط هو التصفيات،
تنتهي القضية بكل بساطة يعني. نعم، في ظل كل هذه الجرائم يعني هل يمكن أن يذهب المجتمع الدولي إلى ما تسعى إليه بعض الدول من إعادة تدوير هذا النظام، نظام بشار الأسد؟ نعم، هناك من يسعى لهذا الأمر. رغم معرفتي بهذه الأمور إلا أن المواجهة قوية تكون بين من يعملون على إغراق النظام وبين من يعملون على تعويم هذا النظام. هناك بعض الدول الأوروبية التي تتجه باتجاه المحاسبة القوية، وهناك بعض الأنظمة وللأسف منها العربية من يعمل على تعويم هذا النظام وما يعمل على دفعه، إلا أن الأمر يواجههم بكل صعوبة عندما كلما تقدموا خطوة في تعويم هذا النظام واجهوا الأكثر والأكثر في جرائم هذا النظام وفيما قام به خلال هذه السنوات العشرة أو الأحدى عشر. شكرا جزيلا، عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري السيد رضا سطيف، شكرا لك.